احنا مش عايزين نخرب البيوت. البيوت يا هم الحي ساب البيوت على الناس، الحي كله ساب البيوت على الناس، واشكال ممكن يخلص في 3 ايام. ورق الحي ان انا معايا جواب من المزبيرو يخلصني في 3 ايام، لكن نعمل ورق وهات صورة مراتك القديمه، هات بطاقتك القديمه، روح لاسم يجي يقول لي الاسم ويقول لي ايام الثوره البطاقه بتاعتك الورقيه وضاعت اتحرقت في البتاع، وهم بعطلونا احنا نعمل ايه؟ كل ما نروح يجي يقول لك ايه لسه الورق بتاعكم ما كملش. الدوله عاوزه ايه من المنطقه دي؟ دي اسمها منطقه شعبيه مش منطقه عشوائيه. انا ابويا مواليد سنه 8 في الحاره دي، الزلزال جه ما وقعش البيوت دي، وقع عمار في مصر الجديده. اذا انتوا عايزين تتاجروا في الاراضي، عايزين تاخدوا الاراضي دي من الناس عشان الحكومه تتاجر فيها، ما ينفعش الكلام ده. عشان انت تبص من فوق الكوبري تلقى عشش، اه دي كانت ثقافه شعب، مش ما كانتش معموله كده العشش دي. انت لو عايز تقضي على العشوائيات زي ما بتقول تريح الغلابه، مش انت عايز تعمل ابراج وعايز تعمل مشروع على قفا الناس اللي مش لاقيه تاكل اللي المرض قتلها. بالنسبه للجماعه المسؤولين هم وعدونا كذا مره ان هم يجوا لنا، وطبعا كان في مقابله يوم السبت وثلاث ارباع الناس كانت مستنياهم على اساس ان يعرفوا ايه البديل بالنسبه للسكر. وطبعا ما حدش سال فينا وما حدش جه، واحنا عندنا بيوت هنا تعبانه كتيره. احنا كان طموحنا ان احنا نبني هنا على ارض الواقع، لان دي بلدنا وبلد جدودنا. انتوا رافضين مننا كده، ادونا البديل وخلونا نطلع قبل ما البيوت دي كلها تقع علينا. حاجتك كلها اتكسرت وبعد كده نروح لرئيس الحي يقول لي ايه؟ ربنا يسهل. هاتوا ورقكم، جهزوا ورقكم. طب فين؟ ما احنا جبنا لك ورقنا، حطوه على الترابيزه ليه؟ ما ترحمونا. ولا حد سائل في حد. تعالى عشان اوديك.